هاي الفيزر دايجرام. رح نفترض انه الفولتج هو الخط الاحمر هون، هاي اللي موجود هون في، وراح افترضه على زيرو. تمام، راح اجي اقول هاي الكرنت عندي، افترض انه اللود لاجينج، وراح نفترض انه اللود لاجينج هيو هون هيك اوكي، وهذا اللي هو اي لود، هذا بدون باور فاكتور كوركشن. تمام، زي ما مشينا بالخطوات اللي هناك، وهي الزاويه تبعته هذه ثيتا لود. تمام، اجيت قلت لك حسن لي الباور فاكتور بحيث انه يصير قيمه جديده للباور فاكتور. القيمه الجديده للباور فاكتور ما راح اعطيك اياها بزاويه، شو راح اعطيك اياها؟ بكوساين الزاويه. فانت حتى تطلع الزاويه الجديده شو بتعمل من الباور فاكتور الجديد اللي اعطيتك اياه؟ تاخذ انفرس كوساين. فلما تاخذ انفرس كوساين ببين معك انه هاي هي الزاويه الجديده. لاحظ الكاباستر ما بقدر يغير هاي القيمه من الكرنت، فهذا الكومبوننت من الكرنت ما راح يتغير، فاهمين؟ فراح يضل هذا نفسه، فهذا الخط مستقيم راح يطلع عمودي من هون. كل فاهم هاي نقطه مهمه. الكاباستر ما بقدر يغير الريل كومبوننت تبع الكرنت، فالكرنت راح يصير هاي الزاويه وهاي ثيتا نيو. بس ثيتا نيو مش لللود، ثيتا نيو لمين؟ للسورس. تمام، هذا الكرنت هو اللي صار بالسورس، هذا الكرنت اللي باللود، وراح يضل هذا الكرنت باللود لان الفولتج ما غيرته على اللود. مزبوط. هل الفولتج على اللود تغير بعد ما حطيت الكاباستر؟ لا، فالكرنت اللي في اللود راح يضل نفسه اللي ماشي. شو راح يصير في عندي لما بحط الكاباستر؟ كرنت جديد، مش هيك؟ هذا الكرنت الجديد شو راح يعمل؟ راح يغير الكومبوننت، هذا الكومبوننت تبع السورس. اذا هذا لو حللته الان، لو حللت هذا الازرق من هون الجديد والقديم، لو اخذت هذا حللته هاي القيمه الجديده، ولو اخذت هاي حللتها هاي القيمه القديمه. اذا صار في تغير بهذا الكومبوننت، مين راح يسحب هذا الكومبوننت يدفشه من هون ويصغره لهاي القيمه؟ الكاباستر. اذا الكاباستر بده يكون مساوي للفرق ما بين هذول التنين اللي هو هذا. يعني هذا لو سمينا هذا الطويل هون اكس وهذا سميناه واي، الفرق بينهم راح يكون زد. هاي زد هون، زد هذا جاي من الكاباستر واللي هو راح يكون اي سي، هذا هو الكرنت اي سي. فاحنا شو عملنا؟ رحنا جبنا كاباستر، الكاباستر سحب كرنت ليدنج الفولتج باي 90 ديجريز، مش هيك بنتوقع منه يعمل؟ هذا الكرنت اللي سحبه الكاباستر كانت قيمته بحيث انه لغى من الكومبوننت الاصلي هاي القيمه، هاي القيمه التغت من الكومبوننت الاصلي، قديش ضل من الكومبوننت الرياكتيف تبع الكرنت؟ هاي القيمه، هاي القيمه اذا سحبتها من هون وين تغير الخط الجديد؟ هاي القيمة ظلت نفسها موجودة هون، فصار عندي باور فاكتور جديد. قيمة الكاباستر هي اللي خلت هذا الكرنت يسحب من هون ويصير عندي كرنت جديد. اطفي يا زلمة.